منتصف الليل بتوقيت الجزائر، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. بمقاربة دبلوماسية قوية، الجزائر ترافع من واشنطن على ضرورة اعتماد حلول سلمية للنزاعات في إفريقيا. والوزير الأول يبرز جهود الجزائر في تحسين مناخ الأعمال وعقد شراكات مربحة. اتفاقية شراكة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والفرنسيين من مجلس تجديد الاقتصاد الوطني ومنظمة أرباب العمل الفرنسية بمبدأ رابح رابح. الصناعات العسكرية دعامة الاقتصاد الوطني تستقطب اهتمام المواطن بمعرض الانتاج الجزائري. والتلفزيون يقف عند جودة المنتوج في مجال الصناعات الكهرومنزلية. في أخبارنا الرياضية، نتابع الجزائر تودع رسمياً ملف الترشح لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025. وأشبال بوغرة يلعبون آخر حصة تدريبية لهم تحسب للمواجهة الودية مع السنغال اليوم. أهلا بكم من جديد. في المستهل توجت أشغال القمة الأمريكية الإفريقية بواشنطن التي خصصت لنقاشات ومحادثات رفيعة المستوى بين القادة ورؤساء الحكومات الأفارقة وكبار المسؤولين الأمريكيين. وممثلا لرئيس الجمهورية، رافع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن باسم الجزائر وعلى ضوء مقاربة دبلوماسية وأمنية وسياسية واقتصادية قوية، رفع على أهمية اعتماد حلول سلمية للنزاعات في إفريقيا، مبرزا جهود الجزائر في تحسين مناخ الأعمال وبحث مصادر تمويل جديدة لتنويع الاقتصاد الوطني وكذا ترقية التنمية في القارة السمراء. مفادة التلفزيون إلى واشنطن، فاطمة أديب. الجلسة التي جرت أشغالها بصفة مغلقة باستثناء مراسم الافتتاح شهدت نقاشات رفيعة المستوى بين القادة الأفارقة وصناع القرار في أمريكا. إفريقيا رافعت من أجل حوكمة عالمية أكثر إنصافاً بمنح الاتحاد الإفريقي العضوية في مجلس الأمن الأممي وتوسيع الاستثمارات الأمريكية لتشمل البنى التحتية، ودافعت الجزائر بثقلها الدبلوماسي ومقاربة أمنية سياسية واقتصادية لأجل حلول سلمية للنزاعات في إفريقيا، مبرزة جهودها في ضخ استثمارات ناجعة تتماشى وخططها التنموية. تشرفت بتمثيل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أشغال القمة الإفريقية الأمريكية الثانية التي جرت أشغالها بواشنطن على مدار يومين، حيث كان اليوم الأول مخصص لمنتدى الأعمال الإفريقي الأمريكي، حيث شاركت الجزائر في ورشة حول تمويل المنشآت القاعدية، التحول الرقمي والانتقال الطاقوي، حيث قمنا بإظهار ما تقوم به الجزائر في مجال تحسين مناخ الأعمال، وهذا من أجل تنويع اقتصادها وإيجاد مصادر تمويل جديدة بالنسبة لعملياتها التنموية. وأظهرنا ما قامت به في أجال جد قصيرة من تحول جذري بالنسبة للإطار الذي يسير الاستثمار، إطار القانوني، حيث أصدرت الجزائر في أجال قياسية القانون الجديد للاستثمار والنصوص التطبيقية، والتي جاءت مسيرة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. ومن منطلق عمقها الإفريقي، وضعت الجزائر مصالح القارة ضمن أبرز أولوياتها بمشاريع استراتيجية ضمن سياسة الاندماج الإفريقي. قدمنا كل ما قامت به الجزائر وتقوم به، وخاصة في مجال القضاء على مشاكل التنمية، فهي قد أسست إلى مسار تنموي شامل يشمل كل القطاعات، وبشهادة المؤسسات الدولية فقد حققت الجزائر أحسن النتائج على مستوى إفريقيا. كما تطرقنا إلى مشاكل التنمية في إفريقيا والمعوقات التي تعيق التنمية على مستوى إفريقيا، خاصة مشكل المديونية، ودعونا كل الفاعلين في العالم وأن يعملوا كيد واحدة وبصفة تشاركية من أجل أن يحرروا الدول الإفريقية من هذا القيد.
القارة الصمراء التي باتت توصف بقارة المستقبل هي اليوم تنتظر من أمريكا دعما حقيقيا وشراكة ملموسة، وليس مجرد إعراب عن النوايا الحسنة. اختتمت أشغال القمة الإفريقية الأمريكية وغادر القادة الأفارقة واشنطن، لكنهم تركوا بصمة ستعيد حسابات إدارة بايدن لاستدراك ما فات واستعادة ثقة القارة الصمراء. من العاصمة الأمريكية واشنطن، مبعوثة التلفزيون الجزائري فاطمة أديب. وبمبدأ رابح رابح، وقع المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون والفرنسيون المنتمين إلى مجلس تجديد الاقتصاد الوطني ومنظمة أرباب العمل الفرنسية، وقعوا اتفاقية شراكة تحدد مجالات الاستثمار المدر للثروة، لا سيما الأمن الغذائي والطاقوي والصحي. تغطية عفاف بالهشاد، تقرير سونيا غاسي. نحو شراكة متجددة تتجسد لخطواتها من خلال اتفاقية تعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وحركة المؤسسات الفرنسية. Donc il y a une signature de convention entre le CREA et le MEDEF. وقعنا على اتفاقية تعاون مع حركة المؤسسات الفرنسية وفقا لمبدأ رابح رابح، وستسمح لنا هذه الاتفاقية باستحداث مشاريع مشتركة في عدة مجالات. ورقة طريق تم وضعها لتفعيل آليات التعاون بين المؤسسات الاقتصادية من كلا البلدين لتجسيد شراكة حقيقية تقوم على مبدأ رابح رابح. هو إذن التجديد الاقتصادي بين بلدينا من خلال هذه الاتفاقية التي تشمل مجالات عدة للاستثمار وتطوير العمل المشترك بين بلدينا. لقاءات جمعت أعضاء مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري مع الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية، الذي أعرب عن استعداده للمساهمة في ترقية النشاط الاقتصادي بين البلدين باعتبار الجزائر قطبا اقتصاديا بامتياز. وضمن التوجه الاقتصادي الجديد وتجسيدا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القاضية بضرورة فتح معارض دائمة في إفريقيا لتسويق المنتوج الجزائري والترويج له، تشارك الجزائر كضيف شرف في الطبعة 30 للمعرض الدولي في داك بالعاصمة السنغالية داكار، مشاركة نوعية تعكس الإرادة القوية في ترقية الصادرات خارج المحروقات وتنويع الاقتصاد الوطني وولوج الأسواق الإفريقية. ونحو تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتفتح، تتجه المؤسسات الجزائرية الحاضرة في الطبعة 30 لمعرض الإنتاج الجزائري بخطى ثابتة. وفي النشر نقف عند جناح الصناعات العسكرية التي تشارك في المعرض للمرة السادسة على التوالي، وفي كل مرة يلقى جناح وزارة الدفاع الوطني إقبالا واسعا من قبل المواطنين. لينا بلعيد. إقبال كبير على جناح الصناعات العسكرية بمعرض الإنتاج الجزائري في صورة تعكس التطور الحاصل بهذا المجال. نميرو أن جيش، تشوفي الماتريال الله يبارك وتشوفي الجيش هو نميرو أن. عندنا إمكانيات وعندنا مقومات نفتخر بها، وخاصة الجناح العسكري الحمد لله. يعني جبال واد باش يشوفوا واش عندنا كإمكانيات ولا واش نقدروا نخدموا في المنشآت العسكرية. يعني صراحة ما شاء الله تعرفنا على حوايج شفناها ما كناش عارفين باللي كاينين ونقدروا نخدموهم في بلادنا. عجبني كل شيء، مهما كان السلاح يتخدم لهنا في بلادنا ما شاء الله. تطور في مختلف مجالات وفروع الصناعات العسكرية، الميكانيكية منها النسيجية وصناعة المركبات والعتاد، واقع يساهم اليوم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. في هذا المعرض تشارك مؤسستنا بعلامتيها مرسيدس وسوناكوم لعرض مختلف المنتوجات الوطنية. تسعى المؤسسة إلى رفع نسبة الإنتاج وتلبية حاجيات السوق الوطنية. المجمع يفتح المجال لكل
لكل العاملين على الصناعة الميكانيكية في ميدان المناولة، وذلك لرفع نسبة الإدماج في ميدان الصناعة الميكانيكية. تهدف المؤسسة وذلك بالخبرة التي تمتلكها في مجال صنع الأسلحة التي تفوق 30 سنة، وأيضا بفضل إطاراتها الذي نملكنا من التكوين النوعي المتواصل ما يكفي، مما يجعل أن لديها هدف، وذلك بتقليص فاتورة الاستيراد وتدعيم المنتوج الجزائري. الصناعات العسكرية التي حققت نسبة إدماج معتبرة في الاقتصاد من شأنها ترقية المنتوج الوطني وتعزيزه في السوق المحلية والأجنبية. وبجناح الصناعة الكهرومنزلية نسب إدماج كبيرة دخلت مجال الصناعة وحققت اكتفاء محليا وتصديرا للعديد من الدول الإفريقية. مؤسسات وطنية حاضرة بمعرض الإنتاج الجزائري يرصدها عبد الجبار بن يحيى. ترقية وتطوير الصناعة الكهرومنزلية ومواصلة دعم الدولة ومرافقتها للمستثمرين سيحقق نسبة إدماج مقبولة وأرقام إنتاج تسجل علامات فارقة لتغطي الاكتفاء المحلي والتوجه نحو التصدير. نسب الإدماج في التصنيع تزيد في بعض الأجهزة عن 85%، وهذا يعني رقم مهم جدا، وكان رئيس الجمهورية تحدث عن نسب بين 60 إلى 70%. حرزنا رقم أعمال يتراوح ما بين يعني حتى 80 مليون دولار كرقم أعمال للتصدير، ونصب إلى أن نرفع من هذا الرقم ليصل حوالي 200 مليون دولار. أهم الدول التي نصدر إليها طبعا الدول الإفريقية، ليبيا، تونس، موريتانيا، عندنا السنغال، لبنان، الكونغو، وقد وقعنا يعني مؤخرا على اتفاقية للتصدير إلى ساحل العاج، كوت ديفوار، وكل إفريقيا الغربية. قوانين تنظم نشاط تصنيع المنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية تسعى الجزائر إلى تحيينها بهدف تحديد نسبة الإدماج، والتحفيزات الجبائية الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين سيسر الانفراج في نشاط الصناعة الكهرومنزلية. في 2023 عندنا أهداف تعزيز تواجد الشركة في بعض الدول الإفريقية كالمالي، نيجر، سنغال، كاميرون، عندنا 8 دول إفريقية ككل. احنا اول تلفاز جزائري مصدر الى اوروبا، بيان سور لا جوجل تي في ديالنا ثاني تصدر لاوروبا. الاتقان والجودة واسم في الصناعة الجزائرية الكهرومنزلية التي تؤكد مكانتها في السوق العالمي. معرض الإنتاج الجزائري يشهد إقبالاً واسعاً للزوار الذين أشادوا بالمنتج المصنع محلياً. ريبورتاج وسيلة بوشارب، قراءة مريم بن عبد الرحمن. تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع، قوافل بشرية تتوافد على قصر المعارض بالصنوبر البحري لاكتشاف المنتوج الوطني. معرض ما شاء الله، ربي يبارك. الإنتاج تاعنا كما رانا نشوفه ما شاء الله، وربي يقدرنا ان شاء الله ويقدر الرئيس تاعنا. عجبني المعرض، فيه الانتاج الجزائري، والحمد لله ان شاء الله في المستقبل يكون افضل، وماذا بينا احنا نشرو المنتوج تاع بلادنا وما نروحوش المنتوج تاع الخارج. انا جيت من موريتانيا من اجل المعرض الانتاج الجزائري، قمت بزياره لهذا المعرض ولمختلف الشركات هنا. عجبني كثيرا ما وجدت، هناك تنوع في المنتجات، منتجات صناعية، منتجات للبيع، يعني جميع المنتجات هنا موجودة، وهذا ما جيت من أجله، من أجل التأكد أن هناك منتجات يمكن أن تنافس في السوق الإفريقية، من أجل يعني شراكات مع عدة شركات هنا من أجل تصدير هذه المنتجات للسوق الإفريقية. من كل حدب وصوب أتوا مع أطفالهم لإبداء إعجابهم بحاضر ومستقبل الجزائر. وحنا نشجعوا هذه المؤسسات بزيارة تاوعنا باش يكون عندنا افتخار لهم ولينا. ماذا بينا نشجعوا الرئيس تاعنا تبون على الشيء اللي داروا. يعني وكاين تخفيضات يعني حتى اللي تلحق 10%. وش نقول لك، مام الألبسة، منتوج جزائري، ألبسة من نوع الكوير يعني الجلد. المنتوج الوطني راهو مليح، شغل بارابول اللي كنا من قبل دوكا راهو مليح، دوكا ماذا بينا نزيد الجودة تاعو، ماذا بينا تنقص الأسعار شوية. الطبعة 30 لمعرض الإنتاج الجزائري مستمرة لغاية 24 ديسمبر الجاري.
وفي عملية تعد الأولى من نوعها أبرمت شركة الطيران الجزائرية اتفاقية تعاون مع شركة طيران أوروبية لتقديم خدمات فنية لإصلاح الطائرات، وتعتبر قاعدة الصيانة التابعة للخطوط الجوية الجزائرية قطبا قاريا مجهزا بأحدث الوسائل التكنولوجية، كما تعد هذه القاعدة الأكبر على المستوى الإفريقي ومكسب هام نظرا للخدمات المتكاملة للصيانة وإصلاح الطائرات بفضل كفاءات جزائرية مؤهلة. مشروع سكة الحديدية الرابط بين ولايتي البليدة وعين دفلة على مسافة 56 كيلومترا، نسبة وتيرة الإنجاز بلغت 91%. المشروع يتضمن منشآت فنية وأنفاق مع 5 محطات قطار سيساهم في فك العزلة بالمنطقة مع ضمان سيولة لحركة نقل المسافرين والبضائع. ومن النقل عبر السكك الحديدية إلى النقل البحري، مشروع المحطة البحرية الجديدة بولاية عنابة منشأة فنية بمقاييس عالمية وخدمات راقية، مكسب من شأنه تخفيف الضغط على محطتي سكيكدا وبجاية. عائشة ببريق. تتربع على مساحة 5000 متر مربع ب3 طوابق محطة بحرية جديدة للمسافرين، أنجزت بسواعد جزائرية طبقا للمعايير العالمية ومدمجة في النسيج العمراني وسط مدينة عنابة. بداية المشروع كان في 2016، الحمد لله قدرنا نوصل إلى إتمام المشروع، رانا الآن في 99% من نهاية المشروع، بقى فيه نقاط خفيفة وإن شاء الله حيكون جاهز في بداية العام 2023. حوالي 100 باخرة في العام، 240 ألف مسافر راح تكون وجهة لفرنسا ومنها مارسيليا، وإن شاء الله هنالك خط جديد على موانئ ميناء إيطاليا كاين فيها إن شاء الله على ميناء تونس. محطة بحرية ستجمع بين النقل البحري والنشاطات التجارية والترفيهية والخدماتية، وستكون أيضا مفتوحة أمام جميع المواطنين. يوم بليس ديبارتمون دي باساجي كان خدمات أخرى زايدة مثل الإدارة تاع لي بنك لي روكو كوميرسيو، كان كل الإمكانيات اللازمة للمسافر. لو كونفور إكزيست، لو كونفور طول الكونفور. هذا وسيتم استغلال المحطة القديمة في إنجاز مشروع شرفات الميناء، مشروع سيساهم في توفير مناصب شغل وسيكون أيضا متنفسا للمواطن والسائح. إحياء لذكرى 66 لإنشاء الإذاعة السرية صوت الجزائر، نظمت الإذاعة الوطنية حفلا لتتويج الفائزين في المسابقة الوطنية للأغنية الوطنية للشباب. الحفل حضره عدد من أعضاء الحكومة إلى جانب وجوه إعلامية وثقافية. إن وضع هذه المسابقة تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية يترجم دعمه المباشر والواضح لوسائل الإعلام ولفئة الشباب التي تعد من أولويات برنامج الجزائر الجديد. إن إحياء الذكرى التاريخية لإنشاء الإذاعة السرية التي ولدت من رحم الثورة الجزائرية فرصة لاستلهام النهج الخلاق الذي آمن به المجاهدون الكبار، حيث تتضافر الجهود وتتضامن الإرادات من أجل الأهداف الكبرى. هي سانحة نستذكر فيها أرواح الشهداء ومجاهدي التحرير من الصحفيين الجزائريين وأولئك الذين نالوا شرف الشهادة في سبيل الوطن ونذروا حياتهم على درب التمسك بالمبادئ والقيم النبيلة لرسالة الإعلام الواعي والهادف. وها نحن اليوم نلتقي هنا في شارع الشهداء لنطمئن تلك القامات، أولئك العمالقة، آباؤنا وأجدادنا صناع التاريخ، بأن تضحياتهم الجليلة لم تذهب سدى، وبأن أبناءهم وأحفادهم اليوم يحملون مشعل المجد والكبرياء.
المسابقة الوطنية للأغنية الوطنية للشباب توجت بفوز 6 أعمال فنية باللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية من أصل 1000 عمل مشارك. الحفل حضرته عن التلفزيون ملكة خليفة. بأحاسيس عميقة ومعبرة، أصوات جزائرية غنت للجزائر باللغتين العربية والأمازيغية. الشباب الجزائري موهوب ولازم ننصحهم أنا باللي أنهم إذا غنوا يغنيوا توجور الكونتوني المليح النظيف الراقي اللي فيه رسالة. فرحة غطسة تسميد الحق الوستقيا إمي أبوي غارز أمزورو أفهدو غائل زير مرة ساقس الفرحة مقارنة ملياغ يروان الحمد لله لغ سكوي قوذي بوين رزن بوستقيا استغشتينو في ثمورثي وعزيزان عزيز الله ثمورث تندي تمثلين في شبحة تمورثنا على الجزائر. نحيي الأغنية الجزائرية وتكون يكون المستوى تاعنا على حسب ظنهم، والحمد لله كي داروا فيا الثقة للحقت هذيك البلاصة ولحقت هذيك المرتبة. المسابقة عرفت مشاركة قياسية حيث مست كل ولايات الوطن، لكن التتويج كان لستة أعمال فنية غنائية، ثلاث منها باللغة العربية والأخرى بالأمازيغية. المسابقة أكيد هي التفاتة طيبة من كل القائمين عليها للشباب حتى يغني للجزائر، وشرف كبير أنه نغني للجزائر، أن تكون كلماتنا وألحاننا موجهة للبلاد. والله قراصة يهول لنا هلوى سيوى يغيد قوان السين لغت مزيزة راتار نما واضن دان الإذاعة تاني ما واضن قراصة يهول لنا نينيوى دقوان السين وتنمر تسينما راهول لاني تلفزيون وغن الجزائر سينما راه هول لان فولتي بديتا غيغن فولتي بديتا غير تنمرت. المسابقة تهدف إلى تحفيز الشباب لإظهار إبداعاتهم في الأعمال الفنية خاصة في مجال الغناء كالأغاني الوطنية. في الرياضة أودعت الجزائر أمس رسمياً ملف ترشحها لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025 لدى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالقاهرة. وتحسبا لبطولة إفريقيا للأمم للاعبين المحليين الجزائر 2022 المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 13 يناير إلى 4 فبراير، أنهى أمس أشبال المدرب الوطني مجيد بوغرة آخر حصة تدريبية قبل الودية الثانية أمام المنتخب السنغالي اليوم بملعب 19 ماي بعنابة على الساعة 6:30 بحضور الجمهور. هذا وتعادل المنتخب الوطني اللاعبين المحليين دون أهداف في مباراته الأولى يوم الثلاثاء الماضي أمام المنتخب الموريتاني. رياضة دائما. وبملعب 19 ماي بعنبة عقد الناخب الوطني للمحليين مجيد بوغرة ندوة صحفية عشية المباراة الودية بين الجزائر والسنغال. De faire notre premier match avec public depuis ma prise de fonction avec le Covid etc. Voilà, Felhanin surtout dans un tout nouveau stade très joli. Ce sera l'occasion aussi aux supporters de découvrir ce travail qui a été bien fait. Et un deuxième match de préparation, le dernier avant Inch'Allah le début de la compétition. Voilà, un dernier match avec encore. Voilà des joueurs à voir ou à revoir. Donc l'opportunité aussi à une deuxième équipe de jouer. Je suis une équipe type. Voilà, Goudem Lahabin, parce que nous avons le Ben Mahloul à la concurrence. Ou Belek, une équipe qui a joué beaucoup plus ensemble, avec beaucoup plus d'automatisme. Donc le Beb et Koun Mahloul. وقال لاعبين لعبوا البريم ماتش كنت لا موريتاني لو دوزيام ماتش دونك سا اون فيرا لا شان مي مباراه دو بون كاليتي دي جوار سينيغالي avec beaucoup de joueurs يلعبوا في les académies دي جوار دو كي اون beaucoup d'avenir
Donc il y aura beaucoup d'intensité, il y aura de la qualité. Et ça va être un bon match test avant, la Chan, Inch'Allah, en janvier. اللاعبون من جهتهم أكدوا على جاهزيتهم للمنافسة الإفريقية المحلية. ده الستاج الاخر اللي راح نحضروا به لشان ان شاء الله. لعبنا مقابله موريتانيا كما شفتوا، خرجنا بنقاط ايجابيه ونقاط سلبيه اللي صلحناهم في الدو جور هذوما. عندنا مقابله ثانيه مهمه اللي قبل الشان، راح تكون ان شاء الله نخرجوا بها بالعديد النقاط الايجابيه ونصلحوا النقاط السلبيه. ان شاء الله يكون عندنا امتحان مليح ان شاء الله الماتش تاع السنغال باه نبريباريو بها للشان ان شاء الله. هي مقابله تحضيريه للشان، رانا نحضروها بكل جديه باش ندخلوا ان شاء الله في جانفي بكل قوه ان شاء الله باش نحققوا المطلوب اللي عندنا. ونختم من ولايه تلمسان مسقط راس الامام محمد بن عبد الكريم المغيلي، والتي كانت امس مقصد احفاد العلامه والمشاركين في ملتقى الجزائر الدولي للتعرف واستكشاف مكنونات عاصمه الزيانين التاريخيه والدينيه واهم كنوزها السياحيه. سفيان مقنين. مدينة تلمسان عاصمة الزيانيين والتي تحتفظ بعديد الشواهد الحضارية والإسلامية، كانت قبلة لضيوف الملتقى الدولي حول الإمام عبد الكريم المغيلي. شيوخ وأساتذة وأحفاد للمغيلي طافوا بأهم معالم المنطقة التي تعد مسقط رأس هذا الإمام العلامة. أنا كنت نحلم بنزور تلمسان، مسقط رأس جدي محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني التواتي الجزائري، والأحلام تمت بإرادة من الله أول شيء، وبجهود من الدولة الجزائرية وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون. كنا نسمع عن الشيخ مغيلي وأن له رجل جبار وله جهود في الجهاد وفي التعليم وفي التربية وفي التصوف، وله تأثير كبير خاصة في غرب أفريقيا، وأننا يجب أن نذكر هذه المآثر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أن هؤلاء الشيوخ، هؤلاء العلام، هؤلاء القامة. مسرورون جدا ومنبهرون بما أنجزناه هنا. هناك ارتباط حقيقي بيننا، خاصة وأن الدين الإسلامي يجمعنا. سعيد جدا برؤية هذه المدينة وزيارة مقام سيدي بومدين الغوث الذي سمعت عنه كثيرا، وسعيد برؤية هذا الجامع الكبير. سيدي بومدين بأعالي تلمسان والجامع الكبير بوسط المدينة وغيرها من محطات الزيارة نالت إعجاب العشرات من ضيوف الملتقى الذين جاءوا من 38 دولة وعبروا بكل لغاتهم عن عميق تقديرهم لتلمسان والجزائر ككل. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، تقبلوا تحياتي، تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.